كريم احمد عشان نطمن منه على اخر الاستعدادات. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز محمد سعيد، بكل التحية ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي. اخبار الفريق، انت طبعا موجود في الفندق فمتواجد معاهم منذ الصباح الباكر، شايف الاستعدادات ازاي؟ القائمه اللي اصطحابها ريني فايلر، ما لمسته اليوم في داخل الاوتيل؟ الكلام الجهاز الفني، الدوافع الجديده اللي ممكن فايلر النهارده يتكلم فيها مع اللاعبين في هذه المباراه، في ظل كمان في غيابات عديده والنهارده هتكون في وجوه جديده مبشره، نتمنى لها التوفيق يا رب في مباراه اليوم. الحقيقه طبعا زميلي محمد، في البدايه انت عارف يمكن ذكرت بطوله كاس مصر مختلفه بشكل كبير جدا عن بطوله الدوري العام، محتاجه رغبه كبيره ومحتاجه دوافع مختلفه ومحتاجه تركيز كبير جدا وشغل فني خارج الخطوط وداخل الخطوط كمان مع لاعبي النادي الاهلي، لكن بشكل عام طبعا يعني مع الاستعداد الاخير وتدريب فريق النادي الاخير اللي كان فيه جديه وحماس كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. احنا عارفين طبعا عندنا غيابات عديده، 8 لاعبين النهارده بيغيبوا عن صفوف الفريق، لكن مع تدريب الامس الحقيقه يمكن التقسيم اللي كانت متواجده فيها حماس كبير جدا وجديه كبيره جدا، كل واحد عايز ياخد في هذه المباراة. أكدنا أكتر من مرة محمد وقلنا مهما كانت التدريبات هي المباراة اللي بترجع فورمة اللعيبة وبتطمن بشكل كبير الجهاز الفني على حالة اللاعبين البدنية والفنية ومدى تركيزهم وتنفيذ الجمل التكتيكية خلال المرحلة القادمة مع التحام مع تلاحم المباراة الكبير وأيضا كمان البطولة الأفريقية ومباراة الوداد تحديدا، فالكل إن شاء الله بإذن الله يكون جاهز خلال المرحلة القادمة وتحديدا في المباريات المتبقية من بطولة الدوري العام. إحنا كالعادة طبعا محمد متواجدين في فندق الإقامة، يعني كل الأجواء الحمد لله كالعادة معسكرات فريق النادي الأهلي كلها مطمئنة وكلها جيدة جدا، حالة الهدوء يعني يمكن مسيطره لعيبه النادي الاهلي مع التركيز الكبير، الكل بيتكلم لعيبه النادي الاهلي يمكن زي ما باكد كل مره عقب وجبه الغداء وجبه الفطار اللعيبه بتجمع نفسها، ويمكن الحقيقه النهارده يمكن شفت المجموعه كلها كانت متواجده بعد وجبه الغداء، الكل اتكلم عن اهميه هذه المباراه، مباراه الكاس يبقى فيها مفاجات، كل اللعيبه الكبار اللي متواجده اتكلمت عن هذا الامر وعن التحدي الجديد النهارده لفريق النادي الاهلي، في لعيبه هتاخد فرص كبيره، يمكن ذكرت كمان مصطفى شوبير واحد اللي بنتمنى له كل التوفيق النهارده في هذه المباراه، اداؤه اكثر من رائع في التدريبات، بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، فرصه النهارده ان هو يظهر نفسه ومستواه ويساعد النهارده فريق النادي الاهلي. اهم حاجه طبعا حفاظ على نظافه الشباك، والنهارده كمان يكون عنصر مساعد وهادف جدا لفريق النادي الاهلي في ان شاء الله تخطي عقبه مباراه الترسانه. النهارده 8 لاعبين حما بيغيبوا عن صفوف فريق النادي الاهلي من غيابات وانذارات وايضا كمان لاعبين يعني للراحه، على راسهم طبعا الشناوي النهارده يمكن مع مجهود كبير خلال الفتره اللي فاتت اللي قام بيه واداؤه الرائع والمميز جدا، مستر ميشيل طبعا مدرب الحراس النهارده يمكن اداله راحه ومصطفى يكون متواجد، عمرو السوليه طبعا وايمن اشرف احنا عارفين الثلاث انذارات، وليد سليمان بطمن طبعا كل جمهور النادي الاهلي، وليد خلاص يعني عقب انتهاء هذه المباراه ويمكن بكره يكون اجازه كمان لفريق النادي الاهلي، يوم الجمعه ان شاء الله بشكل كبير هيكون متواجد في التدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي، ايضا كمان علي معلول سفره الى تونس، رامي ربيعه طبعا الخساره الكبيره اللي احنا خسرناها الفتره اللي جايه طبعا على المباراه القادمه المتبقيه، وايضا كمان مباراه الوداد المغربي، لكن ان شاء الله اما بنقول الاهلي بمنحدر دي مش مقوله دي حقيقه، لان اللعيبه عارفه قيمه تيشيرت النادي الاهلي وعارفه اهميه المرحله القادمه بشكل كبير جدا في المباريات وايضا كمان بطوله دوري ابطال افريقيا. الحمد لله يعني بقول لك كل الامور في فندق الاقامه ماشيه بشكل مطمئن جدا، يمكن انت ذكرت بعض الاقاويل طبعا عن التشكيل المتوقع مين هيكون متواجد، يعني من خلال الرؤيه بقى طبعا الاخيره كده ده كان يعني سؤالك جاي يا كريم فعلا صح، ممكن في مفاجاه كبيره جدا يعني. تمام بالظبط، يعني محمد يمكن عايز اقول لك خط الدار يعني ممكن نتكلم طبعا على محمود وحيد وعربي بدر وياسر ابراهيم، يعني برضو عربي بدر شارك في تدريب الامس بكل قوه، يمكن حطوا مستر رينيفاير في المساك وادى اداء رائع جدا، يمكن طبعا احمد فتحي في ناحيه اليمين، حمدي فتحي وديانج على الاطراف، جيرالدو اجاي، وفي الامام كهربا وبادجي، يمكن ده اللي خلال الاهلي، لكن انت عارف بقى في متغيرات كتيره جدا ممكن تحصل أكيد. ممكن بعد لحظات بعد ساعه بعد وصول الفريق الى فندق الاقامه لكن لملعب المباراه عفوا، لكن بشكل عام محمد كل الامور الحمد لله كلها بتصب في مصلحه فريق النادي الاهلي، ينقصنا بقى كل التوفيق والحفاظ على الاصابات، يعني هو ده الهدف اكيد مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وتحذيره، ما بقاش في النهارده اي تدخلات عنيفه، اللعيبه تحافظ على نفسها بشكل كبير جدا، مش عايزين نخسر اي لاعب خلال المباريات المتبقيه عشان ندخل بقى خلاص المنتخب الافريقي باذن الله بكل اللعيبه صفوفها كامله، معنويات مرتفعه، جاهزين ان شاء الله نحقق بطوله غابت عن النادي الاهلي كتير، لكن ثقتنا كبيره ان شاء الله في كل لعيبه النادي الاهلي باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والاطلاله من فندق إقامة فريق النادي الأهلي والاستعداد قبل التحرك إن شاء الله بعد لحظات إلى استاد الأهلي والسلام.